بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. تتم لمناقشة الدليل التاريخي أو ما يسمى بالدليل التاريخي. استعرضنا على وجود ولد الإمام الحسن العسكري. استعرضنا في حلقات سابقة قصة حكيمة عمة الإمام التي يرويها الشيخ الطوس الشيخ الصدوق في منتصف القرن الرابع الهجري والشيخ الطوسي بعد ذلك. هذه القصة هي تقول كما ورد في هذه الكتب أنه الإمام العسكري حسن العسكري أخبر عمته حكيمة أو خديجة اللي ما عنده لا عمة لا خديجة ولا حكيمة، فقال لها أنه سيولد لنا اليوم مولود ذكر أيضا. فقالت له من أي من جواريك؟ أنا لا أعرف أحد حامل، ما شايف أحد حامل. فقال لها من نرجس. فذهبت إلى نرجس وسألتها هل أنت حامل؟ فقالت لا أنا لست حامل ولا أعرف الحمل. وهي شكت وظلت إلى الصباح جالسة تنتظر أنها تلد بصورة إعجازية، مرة واحدة تحمل وتلد. فأخذتها غفوة ونامت وضرب بينها وبين تلك المرأة حجاب وشافت في الولد، ثم جلست الصبح وما شافت هذا الولد. أخذوا الملائكة الطيور جو أخذوا وطاروا به. شوف القصة أسطورية يعني مضحكة جدا. هذا يعتبرون دليل قابلة الإمام المهدي هي تشهد، والرواية أصلا بدون سند وبدون ذكر أي راوي. وفي واحد كذاب دجال معروف محمد الفزاري، هذا يعتبره دليل على صحة يعني دليل تاريخي، هذا النوع من الأدلة التاريخية. وأيضا قصة أخرى يرويها الشيخ الصدوق وهي رواية أبو الأديان البصري اللي لا نعرف اسمه ولا فصله ولا لقبه ولا عشيرته ولا أي شيء، أنه هذا الإمام أخبره غيبيا بعلم الغيب أنه سوف تذهب وأخذ رسائلي وذهب إلى المدائن وستعود في اليوم 15 وتلقى جثتي على المخزن وكذا كذا كذا. يعني كيف تعرف الإمام؟ وما قال له منه الإمام في آخر لحظة على أساس معتمد وأمين وماخذ رسائل الإمام، والإمام ما قال له منه خليفته من بعدي. فهو إجا شاف الإمام بالمختصر وجعفر هو الذي يصلي عليه وكذا وفهنأه وعزاه، وبعد ذلك شاف لفد ولد قال له لا مو صحيح. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة كدليل تاريخي يعني أو من الأدلة التاريخية رواية أن النواب الأربعة يشهدون أنه وما شافوا الإمام ميت. طب رواية سرية 4-5 قالوها وهم متهمين بجر النار إلى كرسهم لأنه كان يكسبون أموال وشغلات. فرواياتهم غير معتبرة وهي أساسا مو معتمدة، وهي ما تقول يعني أنه واحد وصى واحد واحد كذا، عندهم معاجز وعلم غيب اللي هو الشيخ الصدوق يقول من يدعي المعاجز وعلم غيب للأئمة هذا ما يجوز ومو صحيح ويشن حملة شعواء. فكيف ينقل هذه الرواية اللي تحتوي على علم غيب وتحتوي على معاجز؟ فإذا هي روايات كلها باطلة ومفتعلة وموضوعة. بعدين عندنا شيء أخير الآن نبحثه هو الرسائل الإمام المهدي.